وزراء 27 دولة من الاتحاد الأوروبي يجتمعون دون بريطانيا في إطار ما يسمى بالمادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي للتعرف على ما وصلت إليه المفاوضات من تقدم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتنظيم خروجها وتفادي انفصال عشوائي قد يلحق الضرر بالطرفين. The two negotiating teams have really intensified their engagement and the support and solidarity for that work, as I said, is very, very strong. So we'll have to wait and see where that goes. But the issues aren't new. There is still clearly work to do but between the two negotiating teams, and I think we need to give them the time and space now to finish that job. كبير المفاوضين ميشيل بارني يؤكد على ضرورة وضع كل النقاط المتفاوض عليها ضمن الاتفاق قبل أن يتم التصديق عليه. لحد الآن تم التوافق على بعض المبادئ مع المفاوض البريطاني، وتبقى نقاط أخرى يتم التفاوض حولها حاليا، وتعد مسألة الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا القضية الأكثر تعقيدا في المفاوضات. It's possible to work also on the no deal issue. Of course, we are prepared to all the different possibilities, but we try to work hardly on a good agreement, and we are very close. You know that what are the limits for the moment. We have a solution for quite all the problems, and about Ireland, we have made a proposal with some evolutions in the last days, but till now we don't have a positive signal about that. Okay, nice. مع اقتراب موعد الانفصال الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي نهاية شهر مارس القادم، يزداد الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق مشترك ينظم الانفصال ثم اتفاق آخر لتنظيم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لحد الآن لا توجد بوادر اتفاق تنظم عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، رغم أن الوقت أصبح ضيق جدا. الأخضر فرات لقناة الإخبارية من مقر المجلس الأوروبي بروكسل.